التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع ألكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل. وخلال اللقاء أكد مدبولي تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا، معربا عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات البلجيكية في مصر. وأشار إلى اعتزام مصر عقد المؤتمر القومي للاستثمار في أبريل 2024، ومؤكدا تطلع مصر إلى مشاركة الجانب البلجيكي في هذا المنتدى المهم. لفت أيضا رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات الإقليمية، ولا سيما التصعيد الجاري في قطاع غزة، مستعرضا الجهود المصرية لوقف التصعيد وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع نحو وقف إطلاق النار واحتواء الأزمة. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي دعمه للجهود المصرية في احتواء الأزمة الجارية في قطاع غزة ودفع نحو إدخال المساعدات لقطاع غزة، مشيدا بالدور الأساسي لمصر في هذا الشأن.